مركز البحوث ولا كعالم ولا كأستاذ الأمراض الجلدية، إنما أيضا وده يمكن الأهم حاليا دلوقتي بالنسبة لنا في الحديث عن السياحة العلاجية، المشرف العام على ملف السياحة العلاجية في مصر. يا دكتور هاني أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخير. صباح النور يا فندم. السياحه العلاجيه في مصر اتشغلنا كتير قوي في الفتره اللي فاتت دي في الحديث عنها، لكن بدا يبقى عندنا فرص او في حاجات تبدو فيها بوتنشل انه نرجع تاني السياحه العلاجيه. راي حضرتك نبدا منين يا فندم في الشغل على السياحه العلاجيه؟ والله انا اتفق مع حضرتك ان انا بعتبرها دي ثروه قوميه، لان احنا يعني مصادر السياحه العلاجيه في مصر يعني تعتبر مصر يعني أكبر دولة في العالم كله على الإطلاق فيها هذا التنوع من مصادر السياحة العلاجية. ده عند حضرتك دلوقتي جنوب سيناء، سيوة زي ما حضرتك تفضلت ذكرتي، خفاجة من الأول عشان الصدفية والمطاية، الوادي الجديد، الواحات البحرية، أسوان، وادي النطرون، العيون الكبريتية في حلوان. أنت عندك كم هائل جدا، ولازم نبدأ في كله في وقت واحد. حضرتك إيه نبدأ منين؟ في كله في وقت واحد لابد من إجراءات سريعة جدا لتعظيم الاستفاده بهذه الاماكن. طب زي ايه يا دكتور هاني؟ لانه انا ممكن دلوقتي حد يبقى بسمعنا، وانا بعتذر والله ما قصدي الاساءه لاي حد من الساده المسؤولين في وزاره السياحه، بس ممكن حد يبقى بسالنا دلوقتي يقول لك يعني هو الاداره الحاليه في وزاره السياحه كانت عارفه ترجع السياحه العامه لما هترجع سياحه او لما هتجيب سياحه علاجيه، ازاي نقدر الخطوات السريعه دي ناخدها دلوقتي ونبدا نقول للعالم انه حضرتك ذكرت امثله رائعه طبعا لاماكن سياحه علاجيه في مصر. والله يا حضرتك على فكره مش مسؤوليه وزاره السياحه لوحدها، لا، السياحه والصحه والبيئه والمحافظات كل دول. انا في رايي حضرتك ان يكون هناك كيان مختص بهذا الموضوع، لازم في هيئه، في جهاز، في شيء مسؤول عن السياحه العلاجيه. ممكن حد يرد يقول لي يعني الموضوع يستحق السبب ان الدخل ممكن يخش مصر طبعا السياحه العلاجيه طبعا قد يفوق تحويلات المصريين في الخارج. يعني حضرتك الاردن من البحر الميت، عندها البحر الميت بس ما عندهاش حاجه ثانيه، دخلت السنه اللي فاتت فقط لا الاردن عندها البحر الميت وعندها بترا. حضرتك ده مكان سياحه مش سياحه علاجيه بتتكلم؟ لا بتكلم كسياحه عموما. عندها بترا كمان. ركز على السياحه العلاجيه دلوقتي. السياحه العلاجيه السنه اللي فاتت البحر الميت فقط 3 مليار دولار. انت حضرتك بقى عندك 3 مليار دولار حققتها الاردن في عام واحد من السياحه العلاجيه في البحر الميت. تخيلي بقى انت حضرتك عندك بقى ايه في مصر بقى؟ عندنا العيون الكبريتيه، عندنا حلوان، عندنا سينا، عندنا الزفاجه، عندنا اسوان، الاماكن اللي ذكرتها دي كلها ده دخلها بالعمله الصعبه. حضرتك قلت نقطه خطيره يا دكتور هاني، قلت انه السياحه العلاجيه لو حد سال تستاهل يعني ان يتعمل لها هيئه او مؤسسه لوحدها؟ تستاهل، لانها ممكن لو اشتغلت صح تفوق معدلاتها تحويلات المصريين من الخارج. انا عايز اقول لحضرتك حاجه كمان، خد بالك انه السائح بره ممكن الخوف الامني يمنعه انه يجي مصر عشان يطلع الغردقه وشرم، لكن لو هو محتاج لعلاج، عنده روماتويد، عنده مشكله جلديه، عنده كذا عنده كذا، لا، الرغبه في الشفاء والاستشفاء هتجيبه مصر وتخليه ينسى اي مخاوف امنيه. اقول لحضرتك حاجه، فاكر ايام حادث الدير البحري اللي وقفت سنه 1997؟ السياحه كلها وقفت في مصر ما عدا السياحه العلاجيه عندنا في السفاده، كانوا المرضى بييجوا الاوروبيين، لان المريض محتاج علاج، لا ليه دعوه بقى بارهاب ولا امن ولا جهاز انتقال. بالظبط بالظبط. فاذا هي الموضوع يستحق، احنا طبعا بدانا خطوات، بعدين السياحه العلاجيه حضرتك مش بس فعلا الاستشفاء بالرمال والميه والشمس، ولكن ايضا علاج فيروس زي ما كنا بنتكلم الناس اللي بتجينا. فالموضوع اي انسان من الخارج بيجي مصر للعلاج لاي هدف يعالجه. بشكرك جزيل الشكر الدكتور هاني الناظر، المشرف على ملف السياحة العلاجية وطبعا مدير مركز البحوث سابقا ويا أستاذ الأمراض الجلدية. النظر إلى السياحة العلاجية هي ضرورة حتمية الآن، هي ليست رفاهية، نتمنى أن تنظر إليها وزارة السياحة بعين الاعتبار. ستات مصر وكمان ستات مصر وتاني ستات مصر، دعوة نسائية لمقاطعة اللحوم والأسماك والدجاج لمدة 15 يوم، جاية إمتى بقى؟ بصوا بقى اللي هو الخبر بقى اللي فيه إيه؟ في جدعانة ستات مصر، وفي الوحدة الوطنية، وفي النصاحة والذكاء، وفي الإرادة إن إحنا مش هنسمح لتجار إن هم يكسبونا.
جايه تزامنا بقى امتى؟ جايه تزامنا مع اعياد صوم اخواتنا المسيحيين اللي بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين. الصوم الكبير طبعا بدا 55 يوم من غير دجاج ولا لحوم. كل سنه وانتم طيبين يا مصريين، ويا رب ان شاء الله باذن الله صوم مقبول منكم جميعا باذن الله. حمله دي بقى بدات من امبارح، من ال 22 فبراير، المفروض انها تستمر 15 يوم. ليه؟ احتجاجا على غلاء الاسعار، وزي ما قلنا جايه متزامنه مع بدء الصوم الكبير للمصريين المسيحيين. والحقيقه انه شعار الحمله نفسه كان، بصوا اسمه ايه، وانا اول مره اسمع الشعار ده، قادر اشتري بس هقاطع الغالي. يعني الفكره في المقاطعه هنا مش بس فكره انه انت ما معكش فلوس فانت كده كده مش هتشتري، لا، انت حتى لو مقتدر فانت احساسا بحال من هو اقل منك دخلا ومش قادر يلاحق على غلى الاسعار، الا معقول الا منطقي اللي حاصل، وخصوصا في السلع الغذائيه وخصوصا في اللحمه والفراخ والسمك، يبقى لا انا كمان معاك ونقاطع كلنا. حقيقه الحمله هايله. انا عايزه بس ادردش شويه مع مؤسسة جروب تعالوا نوفر، وهي أيضا مساعد رئيس تحرير جريدة الجمهورية، السيدة حنان عبد الحليم معنا على التليفون. يا شباب، يا أستاذة حنان، صباح الفل. صباح النور حبيبة قلبي. أولا أنا سعيدة جدا باللي بسمعه منك. ربنا يخليك. أنت فعلا فاهم الفكرة صح. قادر أوفر بس مش هشتري غالي. بالظبط. الفئة دي تحديدا هي اللي تهمني في المقاطعة، إن احنا قادرين نشتري بس مش هنشتري إلا لما الأسعار تبقى في حدود المعقول. يمكن مش عشاننا دلوقتي، عشان كتير من رفيقة الحال قطعت غصب عنها، لكن عشاننا بعدين برضو، ما احنا النهاردة قادرين بكرة مش قادرين. طبعا لو استمريت الطريقة دي النهاردة قادرين بكرة ممكن جدا نوصل لأننا نقاطع غصب عننا برضو. الحاسة المشاركة مع الإخوة المسيحيين في صيامهم الكبير، ودي كانت فرصة حلوة علشان نبقى كتلة مجتمعية مؤثرة نقدر نحقق بيها اللي احنا عايزينه. الاسعار بقت لانيه كده فظيعه، الواحد بينزل النهارده يجيب حاجات، لو نزل بكره هيجيب اسعار مختلفه تماما. كيلو الفراخ البيضه في السوق يا استاذه حنان بوصل ل 30 و32، وكيلو البلدي ل 34 و35 جنيه. ايه يا جماعه اللي بيحصل ده؟ حاجه ولا ايه اللي بيحصل ده؟ يعني حاجه ما نقدر نتخيلها. لا، والزياده سريعه يعني الفكرة، ودولار ينزل ما ينزل هي السعر ثابت وعمال بيزيد. لا، ما لهمش دعوة. أول ما الدولار تطلع إشاعة بس إنه هيطلع الدنيا كلها تولع، وهنجيب وهنستورد والحاجات غالية وما أعرفش إيه. ينزل هم مش من هنا خالص. طب قولي لي أنا عايزة كمواطنة وست بيت مسؤولة عن الميزانية، عايزة أشترك معاكم في الحملة دي، وعايزين في الاعلام كمان نتكلم عنها. هي جروب تعالوا وفر، الجروب ده موجود على فيسبوك صح؟ ايوه بالظبط كده. نكتب تعالوا نوفر، صح كده؟ تعالوا نوفر بالظبط كده. عارفه الحلو فيه ان احنا نشجع بعض كلنا، لما انا اكتب وانت تكتبي وده يكتب ودي تكتب، هنشجع بعض. احنا بنكتب، والجروب كمان بيدعم الحمله بانه بينزل يوميا ملفات ومنشورات بوجبات بديله، علشان الست البيت وهي مقطعه ما تبقاش محتاره تاكل ولادها ايه. وجبات بديله متكامله العناصر، من بقول ومن حبوب والمشروم والبنجر، الخضروات الورقيه الخضراء، حاجات كتيره جدا عندنا مغذيه جدا، وبتدي الانسان البالغ والطفل القيمه الغذائيه اللي هو محتاجها في اليوم. علبة السيريالز، الحبوب اللي الولاد بيفطروا بيها قبل ما ينزلوا المدرسة، مش عايزة أقول أسامي يعني، اللي هي كورن فليكس مشتقاتها بقى. أيوة، مش النوع. أيوة. واصلة دلوقتي ل 28 و30 جنيه، 25 و26 وإيه، وتقضي 3 أيام لو ولدين، لو طفلين مثلا عندك بكتير 3 أيام، حتى تفتحي العلبة كبيرة من بره، تفتحي الكيس من جوه تلاقيه صغر قد كده. الارتفاع في الأسعار بيبقى دبل. دبل. بيرفع لك القيمة السعرية، وفي نفس الوقت بيقلل كمية المنتج، وبالتالي هو بيزود مرتين. ففي تلاعب كبير جدا 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 في
في جشع من كتير من بلاش من بعض التجار علشان ما يزعلوش. احنا عايزين التجار يقفوا معانا عشان انتوا لسه الحمله بادينها امبارح، متوقعه ان هي تجيب نتيجه لو احنا بجد كده نويناها بجد وستات مصر قد كلمتهم وقعدنا 15 يوم ما نشتريش لا لحمه ولا فراخ، بجد تفتكري الاسعار ممكن تنزل؟ مش هتجيب نتيجتها في اللحوم والفراخ والسمك بس، لكن هتجيب نتيجتها في بعض اغلب السلع اللي موجوده، لان التجار هيعرفوا يعني ايه قوه مجتمع مؤثره. احنا قادرين نستغنى صح. لو عايزين نستغنى صح، ما عندناش اي مشكله. استغنينا عن اهم حاجه في الوجبه المصريه اللي هي اللحوم بانواعها، نقدر نستغنى عن اي حاجه ثانيه مش مشكله. وفي بدائل، الزيت غالي، احنا بنعمل دلوقتي بنعمل البانيه والسمك والمرش كله عملناه في الفتره اللي فاتت في الفرن بنقطه زيت، رش الزيت بيتعمل الاكل، ما عندناش اي مشكله. الرز هتبقى هنبدله ونستعمل بريك كده، يعني عندنا بدائل كتيره جدا جدا جدا. بعدين انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، اخواتنا المسيحيين، انا يعني كل سنه صحابي المسيحيين لما بيصوموا الصوم الكبير صوم ال 55 يوم، صدقيني بامانه ربنا يعني ما شاء الله ما شاء الله بيطلعوا من الصيام خاسين ومتظبطين ما شاء الله، واللي عنده مشاكل قولون ومعده عصبيه بيطلع مستريح، لان اللحوم طبعا معروف ان هي بتعمل ضغط، يعني بتعمل مشاكل على القولون والمعده جدا. ايه لما نقعد 15 20 يوم من غير لا لحمه ولا فراخ ولا بتاع، ايه المشكله يعني؟ بجد والله بكلم بجد ومش بقولها كده، هنتعب اه بس يعني هما بيقعدوا بدون لحوم حاجات ثانيه كتير جدا، في مقابل ان شاء الله. طيب هتعدي هتعدي وهنجيب نتيجه باذن الله. الله باذن الله. بس انا عايزاكم تقطعوا معانا، الكرو كله يقطع معانا. حاضر، الكرو كله يا استاذ احمد صقر. استاذ احمد صقر انت عارفه رئيس التحرير بقى هو كبرنا هنا، فاستاذ صقر هتقود المسيره طبعا. هيقول لي اه دلوقتي، ولو سالنا عليه بعد الظهر نلاقيه قاعد بياكل كباب وكفته. ايوه نكلم المدام على طول ونكلم المدام على طول صاحبتي. حاضر، انا بشكرك. وخدوا الوجبات البديله، حياه سهله جدا بدون لحوم، والله ما فيهاش اي مشكله. أنا بشكرك جزيل الشكر الأستاذة حنان عبد الحليم، مساعد رئيس تحرير الجمهورية ومؤسسة جروب تعالوا نوفر. ادخلوا على الجروب على فيسبوك، اعملوا لايك واعملوا شير وتشجعوا على الفكرة. هي صعبة أنا عارفة، يعني 15 يوم مش يومين ثلاثة، فاهم؟ لا مفيش بروتين حيواني، مفيش لا فراخ ولا لحمة ولا سمك، أنا عارفة إنها صعبة بس هتعدي، يعني قصدي مش هنموت، يعني هنقدر نعملها. وبعدين أنا عايزة بقول على حاجة سريعة، في ناس تقول لك ايه، طب ما انتوا حرام عليكم، والتجار دول يعني ناس جايين من بره، ما هم اولاد البلد وبتاع. طبعا على راسنا، والتجار دول اخواتنا وجيراننا ومصريين زيهم زينا وكل حاجه، بس حضرتك اوعى عمرك تصدق انه في حاجه اسمها تاجر بيخسر، ما دي ما بتحصلش. التاجر ممكن حاجه من الاثنين، يا يكسب قوي يا يكسب هامش ربح معقول، لكن بيكسب بيكسب باذن الله. يعني الا اللهم في حالات مثلا لو حد عمل مشروع ولا عمل يعني استورد حاجه مثلا حصل فيها السلع نفسها فيها مشكله او بتاع، دي قصه تانية. لكن في المجمل مفيش حاجه اسمها تاجر بيخسر، هو يا بيكسب كويس قوي يا بيكسب معقول او قليل شويه، لكن ما بيخسرش. فمعلش لما تبقوا شايفين الاسعار واصله للطريقه دي للحد ده وانتم مصممين وعمالين بتشطحوا في الاسعار، ما تزعلوش بقى من المواطنين لما يعملوا حملات ويقولوا احنا هنقطع اللحمه والفراخ والسمك 15 يوم على فكره، يعني نهائي. سعر كيلو اللحمه انا عندي ارقام، بس انا ما باكلش لحمه، حضراتكم عارفين انا اعلنتها كذا مره على الهواء قبل كده، انا ضد اكل اللحوم، هو بس الفراخ والسمك الحقيقه. اللحمه سعر كيلو اللحمه البلدي واصل من 100 ل 120 جنيه، 125 جنيه تقريبا. الجاموسي من 100 ل 110 جنيه. اللحم الجملي من 70 ل 95 جنيه وبيوصل ل 100 جنيه. ايه ده؟ ايه الاسعار دي؟ عندي